هاخد من كلام دكتور سامي الحديث عن اللغة العربية والحفاظ على الهوية، ودور الجامعة ليها دور مهم جدا للحفاظ على اللغة، وتحديدا جامعة القاهرة. يعني عندنا أول مجلة متخصصة لغة الضاد، ومجلة سياقات وغيرها من المجلات. كمان فكرة أن يبقى في مركز لأهمية تأكيد على اللغة العربية. شايف الدور ده إزاي بتقوم به جامعة القاهرة، وإزاي فعلا نحافظ على اللغة في الجامعة للخريجين؟ هو الحقيقة جامعة القاهرة بتتبنى يعني مجموعة من الجهود ومجموعة من التوجهات في خدمة قضايا اللغة العربية، يعني سواء على مستوى الندوات اللي هي بتجمع بين الجامعة وبقية المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي، مجمع اللغة العربية، المجلس الأعلى للثقافة، غيره من كل هذه الجهات، لجنة النهوض باللغة العربية في رابطة الجامعات إلى آخره. فالجامعة هنا بتبذل كل سنة مجموعة من المشروعات الهادفة إلى النهوض باللغة العربية، سواء على مستوى أداء المركز لتعليم العربية للناطقين بغيرها، أو على مستوى حتى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أو على مستوى الاحتفال بيوم اللغة الأم. في كل هذه المناسبات بيبقى في نوع من كشف الحساب، اللي الجامعة بتراجع نفسها وحساباتها، ماذا قدمت للغة العربية في الأعوام السابقة، وماذا تنتوي أن تقدمه في الأعوام العام القادم يعني. فده جزء من المسؤولية اللي بتشارك فيها الحقيقة أقسام اللغة العربية والكليات المعنية بالكليات التربية، فده جزء من المسؤولية الاجتماعية. والمكتبة للغة المركزية عايزين نعرج عليها سريعا جدا، لأنها حصلت على شهادة الأيزو للمرة الثالثة. نعم. صحيح السنة. نعم. دي ايه دورها وانتوا بتدعموها ازاي في الكلية كمان؟ في المكتبة المركزية هنا عندنا مكتبات الأساتذة الكبار، واللي هي انضمت فعلا إلى ركب هذه المكتبة بما فيها من مصادر المعرفة القديمة، وبما فيها من مقتنيات حديثة ودراسات مستقبلية. فهي المكتبة هنا مصدر إشعاع بالنسبة للطلاب، خصوصا بعد أن انتقلت المكتبة الجديدة، وما زال عندنا العمل جاري في المكتبة القديمة وقاعة الدراسات الشرقية وغيرها، إلى جانب حتى مشروع القراءة للطلاب اللي هو بيبيح للطالب الفرص الكافية إن هو يكمل. وبالمناسبة كان يعني تعقيبا على سؤال حضرتك الأولاني بقى، لما كان الطالب بيحضر هنا المحاضرات في الجامعة بتوزع عليهم كتب مجانا. صحيح صحيح. في ختام اللقاءات والحفلات، ودي بتعمل لهم يعني نوع من الترويج لفكرة القراءة، لأن يعني فعل اقرأ هو صانع الحضارة، وهو صانع الثقافة، وهو صانع الجامعة. فندم شكرا جزيلا دكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، شكرا ليك يا فندم. ودكتور سامي نصار العميد السابق لكلية الدراسات العليا للتربية. صح، شكرا جزيلا لحضراتكم. على فكرة انا لحقت الكتب المجاني دي، انا اتوزع عليا كتب مجاني لما كنت طالب في الجامعة. فيا رب يبقى المشروع ده مستمر دايما، ان شاء الله نشوف كده مكتبات متنقلة بين الكليات في الجامعة.